أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب مع حلقة جديدة من برنامج حناجر ذهبية، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على المواهب القرآنية العراقية من مختلف المحافظات، والذي يعرض على قناة شهاب الفضائية. سنكون وإياكم في هذه الحلقة مع القارئ الطفل يوسف المحنة، لكن بعد هذا الفاصل. الاسم يوسف حسين كامل ياسر حبيب المحمد، من مواليد 1/5/2011، من محافظة الديوانية قضاء شامية، قارئ القرآن الكريم ورادود حسين. نعم مشاهدينا الأكارم، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب في ضيف هذه الحلقة القارئ الطفل يوسف. شلون صحتك حبيبي؟ الحمد لله بخير. يوسف، احنا ان شاء الله نسير الحلقة بتلاوة بصوت القارئ الضيف، تفضلوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ما شاء الله. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. أحسنت. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. أحسنت وطيب الله أنفاسك يا حبيبي يا يوسف. الله يحفظك. الله يحفظك إن شاء الله. يوسف، عرفنا عن نفسك أكثر، اسمك، عمرك، المرحلة الدراسية والمحافظة. الاسم يوسف حسين كامل، عمري 11 سنة، من محافظة الديوانية قضاء الشامية، مرحلتي صف الخامس. زين، متى بدأت مسيرتك مع تلاوة القرآن الكريم؟
عمري 7 سنين وبديت أقرأ. كل بداية قارئ لازم يتأثر بأحد القراء الكبار، أنت بما تأثرت من القراء الكبار وتحب تستمع له كثيراً؟ مصطفى إسماعيل. ممكن تسمعنا مقطع للشيخ مصطفى إسماعيل عن تقليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أحسنت وطيب الله أنفاسك يا حبيبي يا يوسف. يوسف، من كان أول معلم لك في مجال القرآن الكريم ودعاك إلى مواصلة هذا الطريق؟ أستاذي سجاد عقيل. نعم، أين درست وتعلمت يعني أحكام التلاوة والصوت والنغم؟ يعني حدثنا عن الدورات اللي شاركت بها، الدورات القرآنية. أستاذ إبراهيم. نعم. وسجاد عقيل. يعني فقط هذه عند هذه الأساتذة درست أنت؟ نعم. نعم حبيبي يوسف، إحنا راح ناخذ فاصل وإن شاء الله نرجع ونكمل باقي محاور الحلقة. نعم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم أعود إليكم، ابقوا معنا. نعم مشاهدينا الأكارم، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، ونرحب مرة أخرى بضيف هذه الحلقة القارئ والطفل يوسف. حياكم الله يا حبيبي. الحمد لله بخير. يوسف، حدثنا عن مشاركاتك يعني في المحافل والمسابقات. شاركت في عدد محافظات العراق. نعم. أنت أيضا تقرأ في الترتيل أو ما يسمى التدوير اللي يقرأ في الختمات الرمضانية، ممكن تسمعنا مقطع بالترتيل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسكم يا حبيبي يا يوسف. يوسف، حدثنا عن دور أهلك يعني في مسيرتك القرآنية. أهلك يعني هل مشجعين يعني إليك على الاستمرار في هذا الطريق؟ أكثر شيء هم أهلي شجعوني. زين، هل هناك أحد آخر في العائلة سبقك في هذا المجال في تلاوة القرآن الكريم؟ أخي وأبوي. القرآن الكريم شنو أضاف إلى يوسف؟ وهل تعتقد أن قارئ القرآن الكريم لازم يكون ملتزم في الأخلاق الحسنة؟ نعم. تعلمت من القرآن بعد. أحسنتم. يوسف، كيف تقسم وقتك يعني ما بين الدراسة وقراءة القرآن الكريم؟ يعني شوية أنا متضايقة يعني. نعم. مرات يعني أطلب إجازة. نعم. فمرات تصير عندي مسابقات. نعم. قرآنية. نعم. فهكذا. أنت أيضاً تقرأ القصائد الحسينية، وأنا سمعتك أنت يعني ما شاء الله عليك يعني متمكن في قراءة القصيدة الحسينية، ممكن تسمعنا يعني قصيدة؟ من صاد انتماء عشت أربع أيام ومتت والله قلبي شايب من حجت لزينب 4 أيام
جيت شوقت عمتي من نجاتني فزتي وقالت لمتني من الصياط ورمتني انكسر بيها دم روسي السبايا وعمتي تمسح في العباية تخفي بس مبينها يا حجر أنا دوري وهي صاحت كلها راحت كلها راحت صحت أبويا وهي طاحت وركضيت عن غاضريه وفرفحي السجاد ليه حاولينا حيق علي وعثر قال لي رجع وقلت له أرد أموت بكربلة خويا طول حدث من حجت لي زينب أربع أيام ومتيت. طيب اللهم فاسكم وأحسنتم يا يوسف حبيبي. يوسف أنت أحد المشاركين في هذا المشروع التطويري التابع للعتبة الحسينية المقدسة الذي يقيمه معهد آيات لرعاية المواهب القرآنية، شنو أضاف لك هذا المشروع؟ ومن دروس تلقيتها من أساتذة كبار؟ تمارين النفس. نعم. تمارين النفس وأحكام التلاوة والصوت والنغم. أحسنتم، وأيضاً الموشحات والابتهالات. يوسف أريد أسمع منك كلمة أخيرة توجهها للشباب ومشاهدي قناة شهاب الفضائية، وما هي نصيحة يوسف لهم؟ الشباب اللي بعمرك شنو ينصحهم يوسف يعني؟ أنه يتوجهون لهذا الطريق المبارك، طريق القرآن الكريم، نعم صحيح؟ أريدهم يتعلمون القرآن الكريم والردى الحسيني. أحسنتم يا حبيبي يا يوسف، وشكراً جزيلاً لكم على حضوركم معنا في هذه الحلقة.